يا صباح الخير، ويا رب تكونوا بخير دايما. انا اسمي رحاب للي ما عرفنيش. النهارده هنعمل مع بعض طريقه عمل الارانب بالشوربه. بس قبل ما نعمل اي حاجه، تعالوا نعمل لايك وسبسكرايب ونفعل الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. يلا بينا، تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض، ويا رب طريقتي تعجبكم. هنعمل اول خطوه مع بعض. بعد ما قطعنا الارنب بتاعنا 4 اجزاء، او تقطعي زي ما تحبي، اهم حاجه ننقعه في محلول الميه عباره عن ملح وليمون وخل ودقيق علشان نشيل زفره الارنب بتاعته. بعد كده جبت شويه فلفل ورشيتهم على الارنب كده، وجهزت حله فيها ميه وفيها ورق لورا وحبهان، ونزلت بالارانب في قلب الميه. في ناس بتشوح على طول، بس انا بحب اعمل الطريقه دي زي ما ماما هي معودانا. اول ما تاخد الميه غلوه بنصفيها، وبعد كده نشوحها تاني بفص المسكه. اعملها كده او كده، اللي يريحك. بس طبعا لما بنشوحها على طول بنستفيد من القيمه الغذائيه بتاعتها اكتر. هنا جبت شوية زيت في الحلة بعد ما السلق. انا عندي هنا سلق وصفيته من المية، وجهزت الفص المسكة بتاعت الزيت. بعد كده هنزل بالأرانب التشوحة بتاعتها في الزيت بالمسكة. بعد كده بهرس الشمسين وبحطهم على الأرنب وغطي عليهم الحلة، تديني نكهة وريحة محصلتش، وبتدي طعم جميل جدا للشوربة. بعد كده بنزود المية المغلية بتاعتي، وكده بنحط الملح وذرة فلفل علشان ما تغمقش لون الشوربة. وكده نسيبها لحد لما الأرنب يستوي. كده شكل الأرنب بتاعنا استوى وبقى مية مية. شايفين لون الشوربة عامل ازاي؟ ريحة وطعم ما اقولكمش. طعم وريحة الارانب دي مميزة جدا. وده شكلها بعد لما صفناها علشان نحمرها في الزيت. ودي الارانب بعد لما حمرناها واخدت اللون الجميل ده. وبكده نكون خلصنا النهاردة أكلتنا معكم. إن شاء الله يا رب تعجبكم وتجربوها وتقولولي رأيكم إن شاء الله. وبألف هنا وصحة على قلوبكم جميعا. باي باي.